الخير عليكم وحلقة جديدة من مايا والأبراج. النهاردة 9/11، بقول لكل مواليد برج العقرب كل سنة وهم طيبين، سواء المولودين النهاردة أو في خلال الأسبوع ده، كل سنة وانتم طيبين. يا رب سنة سعيدة عليكم، والسنة دي تحققوا كل اللي انتم محققتوهوش السنة اللي فاتت. الحلقة اللي فاتت أنا اتكلمت عن رجل العقرب، الحلقة دي هتكلم عن امرأة العقرب. يعني انا اتكلمت عن رجل العقرب ان هو شخصيته قوية، ان هو، انا بعتذر النهاردة 11/11 مش الساعة 11، بعتذر. رجل العقرب يمكن شخصيته قوية جدا، زي ما قلت انه سي السيد، كذلك امرأة العقرب شخصيتها قوية جدا. يعني في صرفات بيبقوا مشتركين فيها، قوة الشخصية، العند بمعنى ان هم لما بيحطوا قدامهم هدف لازم بيوصلوا له، لما بيصروا على النجاح فعلا بينجحوا. يمكن اكتر صفة مشتركة بينهم الذكاء، اذا هم الاتنين اذكياء جدا جدا، عارفين التزاماتهم، يعني مش مستنين حد يقول لهم اعملوا الواجب اللي عليكم، لا. كراجل العقرب بيبقى رجل، زوج مثالي في طلبات البيت، في واجبات الاولاد، واجبات الزوجه، ما بيستناش حد يقول له اعملها. كذلك امراه العقرب، هنعرف اهتماماتهم، هقول لكم على اهتماماتهم، بس اخد اول اتصال. مدام رجاء. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام يا مدام رجاء، اهلا بيك. حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي تمام. الحمد لله. انا عايز اعرف برجي عشان حياتي ملخبطه، بس قولي لي برجي ايه؟ انا قولي. برجي 31/1. 31/1؟ ايوه. شوف برجي، يبقى البرج بتاعي ايه يعني؟ برج الدلو. قولي لي حضرتك، عايز تعرفي التوافق مع حد يعني، زوجك؟ لا لا لا، انا مدام حياتي ملخبطه حواليا مشاكل كتير، فعايز اعرف يعني السماد يعني ايه، يعني حلو فيها يعني وكده، بشوف حياتي فيها ايه. طيب تابعيني من التلفزيون، بشكرك. ماشي. طبعا الحياه ملخبطه على الناس كلها، الناس كلها، ظروف البلد، الحياه، يعني مفيش حد حياته ماشيه زي ما هو عايز، فاللخبطه دي علينا كلنا وعلى كل الناس. مصر في ازمه، فطبيعي ان الدنيا تبقى ملخبطه على الناس كلها. عايزه اقول ان ده ملوش علاقه بالابراج، يعني ده له علاقه بالاجتهاد، مش هقول الحظ، لان دايما الحظ بيبقى توفيق من عند الله سبحانه وتعالى، لكن هقول كل شيء مقدر ومكتوب، يعني ده نصيب كل واحد، نصيبه بيبقى مكتوب له ان هو مثلا يبقى في الحته الفلانيه، يتجوز فلان، يعني في كده ثوابت نصيب. الحياه بتبقى ملخبطه، ما تبقاش ملخبطه على طول، مفيش حد بيستمر على طول وحش ولا بيستمر على طول حلو، الحياه كلها فوق وتحت، شويه مبسوطين وشويه مش مبسوطين. فطبعا انا بعترض على حته اللي هي لما اقول لك لا ده انت زحل داخل في برجك فملخبط لك الدنيا فاكئبك زياده، واقول لك لا ده انت عندك بقى انفراجه وعندك وعندك، وما يحصلش. دايما التنبؤات دي محدش يعرفها غير ربنا، دي صفات الهيه ما ينفعش ان اي بشر ينسبها لنفسه ويدعي معرفتها. فربنا ان شاء الله يعني يظبط حياتك وتبقى حياتك افضل. هرجع تاني لبرج العقرب وهتكلم عن اهتمامات العقرب. العقرب بيهتم بايه؟ تكسبي رجل العقرب ازاي؟ وانت تكسب امرأة العقرب ازاي؟ يمكن رجل العقرب اهم حاجة عنده تسمعي كلامه، هو زي ما قلت سي السيد، فلازم تسمعي كلامه، لازم ما تقولولوش لا في حاجة. كذلك ست العقرب، مش هقول بقى ست العقرب زوجها يسمع كلامها، بس هقول ان هي دايما بتبقى ماشية معتقدة ان هي الصح، ما بتغلطش، وان هي كل الناس لازم تطيعها لان هي الصح. هي عنيدة، عنيدة جدا، وبدام حطت في دماغها حاجة بتعملها، وخلي بالك ان هي صح، يعني في امور البيت ما تناقشهاش طول ما هي صح، لكن هي غيورة جدا جدا، عايزة حد ياخدها بالراحة، ما تعنتش معاها، لان هي دايما ست صح وست عارفة واجباتها. يمكن هما الاتنين بيتفقوا ان العمل بالنسبة لهم رقم واحد في حياتهم. رجل العقرب العمل طبعا بالنسبة له اهم حاجة، العاطفة بتيجي بعد كده، دي لو جت، لانه دايما بيتجوز بعقله، زي ما قلت هو متحفظ بالعادات والتقاليد، فدايما يتجوز واحدة
بعقله مش بقلبه. الست كذلك ما بتتجوزش واحد حتى لو حبت، لا الحب ده بالنسبة لها لازم تشغل فيه عقلها، لو لقيت العقل رافض مش بتكمل. طبعا التوافق بين الراجل والست في الأبراج ده بيحتاج اليوم والشهر عشان يبقى شيء أدق. يعني مثلا لما تبعتلي أنا برج العقرب أتفق مع إيه؟ لازم التواريخ، يعني التواريخ بتقرب، لأن زي ما أنتوا عارفين أول 10 أيام بتبقى واخدة من البرج اللي قبله، آخر 10 أيام من البرج اللي بعده. العشر أيام اللي في النص دي بتبقى يمكن أصل البرج شوية، فالتوافق بيختلف طبعا من يوم ليوم. خليني ارد على رسائلكم، ابعتوا لي رسائل على 17 76 67، برد على رسائلكم. طبعا رقم الرسائل اتغير فانا لسه مش حافظاه، 17 67، ابعتوا لي وهرد عليكم. الرسائل بتاعت الحلقه السابقه هرد عليها مع رسائل الحلقه النهارده، هجاوبكم عليها حالا. انا تاريخ الميلاد 22/2 وستة وتمانية وعشرين ستة تاريخ جوزي. طبعا انتوا بينكوا مشاكل، ممكن كمان انت جوزك يكون بنات حواليه بيبص البنات، يعني مش عايزه اقول ان هي مش بيبص، يعني مش عايزه اقول حاجه وحشه، بس يعني ممكن يكون في بنات حواليه بيكلم بنات، فده مسبب لكم شويه مشكله في حياتكم. وانت كمان غيوره جدا جدا وما بتنسيش، يعني انت لو موقف حصل وهو اعتذر انت ما بتنسهوش، بتفضلي محوشه حتى لو قلتي اوكي، بس بتفضلي دايما شايله. يعني انا 23/12 زوجي 30/6. طبعا 23/12 ده قوس، 30/6 ده سرطان. القوس والسرطان العلاقة بينهم صعبة شوية، هما الاتنين النقيض، ولكن العكس اللي بينهم وكل واحد شخصية مخلية في تناغم بينهم شوية، يعني بيكملوا بعض. ما هم الاتنين لما بيبقوا نفس البرج بيبقى الموضوع صعب شوية، بيبقى فيه ممكن نفس العيوب ونفس المميزات، بيبقى فيه شوية ملل، بلس ان في ابراج زي ما قلت قبل كده بتبقى جامدة على بعض، يعني مثلا اسد واسد، عقرب وعقرب، حمل وحمل، دول الاتنين عندهم قدر من العند، عندهم قدر من قوة الشخصية، محدش فيهم ضعيف ممكن يجي على نفسه. فلكن لما بيبقى برج عكس برج يمكن بيكملوا بعض، بيمتصوا، يعني واحد مثلا عصبي الهادي بيمتص غضبه، فدي بتكمل بعض. فانا شايفه ان انتوا الاتنين مكملين بعض. انا 1 يناير ومراتي 10 ابريل. من حيث التوافق والعيوب والمميزات، والله العيب اللي بينكم ممكن العند، ممكن فرض سيطرة زوجتك، بس انت من النوع اللي مكبر دماغك، وممكن تكون زوجتك عايزة تفرض رأيها او سيطرتها علشان هي شايفة ان ده الصح يعني، فوانت برضو مكبر دماغك، يعني حاجة زي دي مش مضايقاك انت، بس اللي بيضايقك الصوت العالي والنكد. الزوج مش عارفة بصراحة، الزوج 8/7 ولا 7/8، رقم اخره 5/6/9، والزوجة مش عارفة 1/6 ولا 6/1، ياريت تبعتولي تاني رقم اخره 5/6/9. انا 1 يناير ومراتي 10 ابريل. طب ما ده بعتلي تاني، لا خلاص كده انا جاوبت. انا سحر 25/6/1995، عايزه البرج وصفاته ومميزاته وعيوبه. 25/6 انت سرطان يا سحر، ويمكن سرطان برضو واخده من الجوزاء، لان شهر 6 ده سرطان بس بيبقى واخد من صفات الجوزاء شويه. يمكن انت من ابرز عيوبك يا سحر ان انت حساسه جدا جدا، واخده حساسيه الاثنين، الجوزاء والسرطان، مرهفه الحس، يمكن اقل حاجه بتضايقك. عايزه اقول لك خفي شويه عشان انت برضو تشتكي طبعا من صحتك،
ده بيأثر عليكي، صحيح بتحسي نفسك تعبانة همدانة مش قادرة تعملي حاجة، عندك الحساسية، الحساسية المفرطة اللي عندك بتقلب معاكي بتاع، ممكن القولون، ممكن يعني الحاجات اللي هي بتبقى شوية مرتبطة بالحالة النفسية. فأهم عيوبك الحزن الدائم اللي انت عايشة فيه، يعني عايشة في جو حزين شوية. زوجي 99 وأنا 28، عايز أعرف مدى التوافق بينا وبيحبني. طبعا بيحبك انت، بس اللي دايما تحبي اللي يقولك انا بحبك، يعني انت دايما تحبي اللي يقولها مش بالتصرفات بس، لا دايما يقولك بحبك. انتوا الاتنين بتكملوا بعض. تأكدي ان هو مش بيست... ما يقدرش يستغنى عنك، لان انت مكملة له حياته، وانت الحاجات الناقصة او الحاجات المشاكل انت بتكمليها له، يعني حتى بتساعديه في اي مشكلة بتقابله. فلا الحياة بينكو كويسة، انت بس محتاجة تسمعي دايما كلام حلو. انا 22، هي 25. بص انت هتتعب معاها لان انت شخصيتك شوية مش مريحة، يعني مش غير زعل، انت شخصيتك مش عارف انت عايز ايه، بتعمل حاجات تغيظ مش اي ست تستحملها، وهي كمان شخصيتها قوية، يعني هي برج العقرب، وزي ما قلت برج العقرب من الشخصيات القوية اللي ما بيجيش على نفسه. ف انت مش هتستحملها، يعني هتعيش معاها في نكد شوية. انا محمد من المنصورة، انا مطلق والحظ وحش، 20/10/84. دايما انا يعني مش مقتنعة بحكاية الحظ دي، انا دايما مقتنعة بالاجتهاد والتوفيق من عند ربنا. يعني انا لما اجتهد، واسعى يا عبد وناسى معاك، انا لما اجتهد ربنا هيوفقني وربنا هيقف جنبي. فما استسلمش الحظ وقول ده انا حظي سيء، ده انا حظي وحش، ده انا الدنيا سودة في وشي. لا اجتهد والحظ هيبقى افضل اللي انت بتقول عليه. يعني دايما انا مش بقتنع بكلمة حظ، انا بقتنع بالسعي وربنا ان شاء الله هيوفقك. مش عارفة، يوليو 18 يوليو وزوجتي 24 فبراير التوافق. والله انت شوية بتتهم انها نكدية وعصبية، صوتها برضو عالي، وانت انت كده دماغ وتحب الهدوء وتحب الطبيعة ومتحبش الدوشة، دايما بتهرب من الدوشة، مالكش تقل على الدوش يعني على الازعاج. فطبعا هي عصبية، والعصبية بتاعتها دي انت بتتضايق منها. انا كوكي، ازيك يا كوكي، 26/1 وحبيبي 25/11. والله يا كوكي، يعني انتوا الاتنين حلوين وكويسين قوي مع بعض كبداية علاقة، حلوين قوي مع بعض وفي توافق بينكم، وانتوا الاتنين في حاجات كتير مشتركة بينكم. انتوا الاتنين محبين للحياة جدا، انتوا الاتنين بتعرفوا تستمتعوا بوقتكم، بتعرفوا تقضوا وقتكم ازاي حلو. انتوا الاتنين دمكم خفيف، تقعدوا تضحكوا مع بعض، يعني في حاجات كتير حلوه بينكم. بس وقت ما هتدخلوا في الارتباط، مادام في حب وانت بتقولي حبيبي، اكيد هتستحملي ان شاء الله، يعني هتستحملي، لان في بينكم حاجات مشاكل جامده. انتوا بينكم اولا غيره، انت غيوره وهو غيور جدا، عصبيه، حته الانانيه فيكم انتوا الاثنين، يعني دايما الراجل بيبقى اكثر انانيه من الست، لكن انت كمان عندك انانيه، عندك حب تملك وهو ما بيقبلش ان حد يتملكه. فبعد شوية هتظهر المشاكل بينكم، فعليكي ان انت تتحمليها. انا مش بقول كده عشان تسيبيه او عشان تزعلي، بس تبقي عارفة انت داخلة على ايه، وتعملي حسابك ان انت تستحملي، تقدري تستحمليه كملي، مش هتقدري يعني. طبعا اللي بيحب حد صعب يسيبه، فيقول انا هستحمل، بس بعد الجواز ما تشتكيش. انا 20/4 زوجي 11/11. يعني عايزة اقولك انت شويه تعبانه معاه،
يعني زي ما قلت كده السيد، وانتي شخصية قوية. العقرب دايما انا بسميه برج سي السيد اللي هو كن فيكون، وانتي من الناس من الشخصيات اللي تقول لا انا محدش يفرض رأيه عليا، انا لازم اقتنع. هو مش بيحب كمان الست اللي بتشتغل، معرفش انت تشتغلي ولا لا، بس انا بقولك مش بحب الست اللي بتشتغل ده من كتر ما هو حابب للسيطرة او حابب للتحكم. فهل تالي هي دي الحاجة اللي مضايقاكوا شوية؟ انا 31/8 وجوزي يوم 1/3. يعني الدنيا كويسة بس مش جميلة، يعني الدنيا ماشية كويس وانتي قادرة انتي قادرة تتأقلمي، وانتي من النوع اللي بتتأقلمي مع اي حد، يعني انتي بتمتصي غضب اي حد، بتحتوي اي حد. فاحيانا بيضايقك حتة اللامبالاة اللي عنده، يعني جزء اللامبالاة اللي ساعات بتحسي ان هو تقولي له انت ايه، انت يعني انت لامبالاة، انت مش حاسس بيا. جايز يكون هو مش عنده لامبالاة، بس جايز يكون دايما هو لما بيحب يبقى عنده موضوع او مشروع او حاجة تلاقيه بيفكر فيه ومش مركز معاكي، يعني تلاقي كل تفكيره في، حتى انت تقعدي تقولي انا عايزة انا مش عارف، هو في دماغه بيفكر في حاجة. فده ممكن ما يكونش لا مبالاة، بس هو عايش في السلام داخلي شوية، ده هدوء هو بيدي نفسه عشان يعرف يفكر في حياته. فأنا عايزاكي تاخدي المواضيع أهدى ويعني تحتويه أكتر من كده. أنا ريهام 13/9/97 وجوزي 20/1. ريهام انتي عذراء وجوزك دلو، يعني يمكن انت تعبانة معاه شوية برضو، ساعات بتشتكي علاقاته، ساعات تقولي مثلا عينيه زايغة، ممكن يكون هو ده الموضوع اللي بيضايقك. وانت طبعا يعني غيورة لأقصى درجة، وممكن تستحملي اي حاجة الا الخيانة، يعني يمكن اكتر حاجة ممكن تضايقك وممكن توجعك الخيانة. هو ده النقطة ان انت عايزة تستريحي له من ناحية الجنس الاخر، هو ده المنغص عليك حياتك شوية. الاسم ايناس، عاوزة اعرف شهر ابريل 27/94. ايناس انت برج الثور، خليني اقولك صفات برج الثور. انت ست بتحبي الحياة جدا، او بنت مش عارفة بنت ولا ست يعني متجوزة ولا لا، بس انت بتحبي الحياة جدا وعندك دايما تفاؤل. يمكن انت فيما بعد ان شاء الله يعني لما تكبري مش هيبان عليكي سنك، لان انت محبة للحياة، محبة للاشياء الثمينة، انت بتحبي قوي تلبسي حاجات حتى لو مش قصدي ثمينة يعني غالية، بس الحاجات اللي تبان ان هي شيك وان انت حلوة فيها، يعني بتحبي تلبسي، بتحبي المظاهر، ما بتحبيش الغلط، ما بتحبيش الحاجة الغلط، بتحبي دايما يمكن الحاجة الصح من وجهة نظرك، وهي دي مشكلتك ان انت دايما وجهة نظرك بتعتبريها صح وعايزة كله يمشي عليها. يمكن ارتباطك اكتر بعقلك مش بقلبك، يعني العقل عندك رقم واحد اكتر من قلبك. محمود ابو ماسة، انا 21/7 وزوجتي 29/1. والله يا محمود زوجتك كويسة جدا، بس انت مشكلتك ان انت مش فاهمها. زوجتك كويسة وبتستحملك وبتقف جنبك، بس انت ممكن مش فاهمها، ممكن انت تكون مضايقها في حاجات. ف يعني لازم تراجع نفسك شوية في شخصيتك، عندك غموض في شخصيتك جدا، عندك
جزء من الأنانية لا بأس به، فراجع نفسك شوية. وانت كمان بنصحك ان انت تهدي شوية، يعني يمكن تستقري اكتر في البيت. هو ما بيحبش الست اللي بتخرج او الست اللي بتكلم حتى اهلها، يعني يمكن انت غيور عليه حتى من اهلها. فعايز الست تبقى مستقرة شوية في البيت. موضوع الاصدقاء يعني هو يفضل الاستقرار في البيت، فخليكي مستقرة شوية في البيت مع اولادك، لان هو عقلاني جدا وعنده العادات والتقاليد مهمة قوي بالنسبة له. رسالة اخرها 071. طب حاضر، اخد اتصال واجاوب على الرسائل. حاضر سارة. عايزة اعرف تاريخ ميلادي 15/11/98. 15/11/98. واللي انا بحبه واللي انا بحبه 21/1/27/1/94. 27/1/94. بس بينا كتير مشاكل يعني. علشان البنات يا سارة انت بتغيري عليه كتير. انتوا مشكلتكم الاساسيه البنات. ايوه كل شويه اتخانق بسبب كده. طب هو سمعت بالتلفزيون. طيب هسالك بس قبل ما تقفلي، هو مستعد للارتباط ولا لسه؟ لا هو مستعد بس انا اللي رافضه. طيب اسمعني من التلفزيون يا ساره، بشكرك. طيب مدام ندى. مدام ناديه. الو، ازيكي مدام ناديه؟ يا سلام. اتفضلي مدام نادي، توطي التلفزيون من فضلك. بس لحضرتك عايز اعرف جوزي، انا وجوزي متفقين مع بعض ولا لا؟ اتفضلي. عايز اعرف جوزي، انا وجوزي مدام نادي، انا سامعاكي بس من فضلك وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. 29/6. 29/6 ده مين؟ وهو 10/8. 11/8. طب انا بشكرك. طبعا اللي بيتصل بيسمعني من التلفزيون، انا مبقاش سامع حاجه، من فضلكم اللي يتكلم يسمعني من التليفون مش من التلفزيون. طبعا ساره مشكلتها الاساسيه البنات زي ما قلت لها، وساره برج العقرب، مش من النوع اللي بتعدي. عندها حته، طبعا هي كل الستات مش بتعدي، بس في ست تقول لك ايه، انا بشوف ستات كتير جدا تقول لك ما في الاخر راجع لي، ما يروح ما يلف ما يعمل، ما في الاخر راجع لي. طبعا ده منطق، ده منطقهم. في ستات تانية تقول لك مستحيل، ده حتى لو كلم واحدة بس، مجرد كلم واحدة من ورايا ويكون بس شاهد بينهم، ما يكونش في حاجة ولا يكون قابلها، ده انا اخرب الدنيا واتطلق. يعني الستات انواع، في ست ترضى تبقى زوجة تانية، وفي ست مستحيل تبقى زوجة تانية، مستحيل. فسارة من النوع اللي مستحيل تقبل اي شريك ليها في حبيبها. اخد سارة. الو، ازيك يا سارة؟ تمام الحمد لله. لو سمحتي كنت عايزة اعرف بس التوافق بين 20/10 و24/7. 20/10 ده انتي؟ و24/7؟ ده يعني المفروض ان احنا هنتخطب. ان انتوا ايه؟ هتتخطبوا؟ هنتخطب. قريب. هو تاريخ ميلاده 24/7؟ طيب انت، انا حاسه ان في بينكم مشكله، يعني انت متردده في الخطوبه شويه؟ لا هو احنا لسه مش يعني مش عارفين نقرر احنا يلا نعمل ده خالص. اللي مش عايزين تخطبوا ليه؟ بس في بتحصل مشاكل كتير بتوقفنا يعني. لكن مشاكل فيه هو ولا مشاكل خارج عن ارادتكم؟ لا هو سوء تفاهم، يعني سوء تفسير بس للامور او للكلام او الحاجات اللي بتحصل بينا يعني. بس هو كشخصية يا سارة انت شايفاه مناسب معاكي يعني؟ يعني هو مناسب، يعني احنا مثلا لو ما فيش اي خناق او ما فيش اي حاجة، لا بنكون كويسين جدا. يعني انتوا الاتنين في توافق بينكم، بس انت مشكلة في الظروف. يمكن. انت بتحبيه. ربنا يخليه لك يا رب. هو انسان حنين قوي وطيب جدا جدا،
تمام. اسمعيني من التلفزيون، حابة تسمعيني من التلفزيون أفضل؟ بشكرك. هو إنسان حنين وطيب جدا، وإنسان يعني معطاء، عنده حتة العطاء، ودي دي حاجة مهمة جدا. أنا بس بنصحك تسمعي كلامه شوية. آخد رانيا السيد. ازيك يا رانيا؟ رانيا ممكن تسمعيني من التليفون لو سمحتي؟ حد اتفضلي. ايوه لو سمحت، انا عندي 16 سنة و 15/6/99. 15/6 ده انتي؟ اه مواليد 15/6 اوكي 1999 اوكي. واللي انا بحبه 1/12/1997. 1997. طيب انتوا بينكم خناقات كتير قوي يا رانيا. اه انت غيورة جدا. تمام. هو عصبي كمان جدا جدا، و واللي هو يعني انت حابه ان هو يسمع كلامك وكده، هو مش بتاع، هو مش يعني مش كده يعني، هو اللي في دماغه بيعمله. تمام. بشكرك يا ساره. آه يا رانيا، فطبعا يعني يمكن هي دي، لان انت غيرتك الشديده ومحاصرتك ليه، ان انت دايما محاصراه، ده بيخنقه، لان هو واحد ما بيحبش كده، يحب دايما رايه اللي يمشي، ما يحبش انه يتحاصر يعني. ارد على ناديه ولا اخد اتصال؟ ارد على ناديه. ناديه 29/7 وهو 11/8. ناديه، الحياة بينكم شوية فيها عصبية، انتوا الاتنين عصبيين جدا، انتوا الاتنين خلقكم في مناخيركم زي ما بيقولوا، خلقكم ضيق يعني، فجأة يعني يكون يعني النقاش عادي جدا وبسيط، يتدرج يتدرج لحد ما يوصل لخناقة أو مشكلة وحاجة، يا ساتر يا رب، يعني بتبقى حاجة ممكن حد يتدخل يفضها، فهي دي المشكلة اللي بينكم، العصبية الشديدة جدا. عايزه اكمل الرسايل. طب اخد الاتصال ده. سما. الو. ازيك يا سما؟ الحمد لله. اتفضلي حبيبتي. عايزه اعرف 5/3/95. 5/3/95. اه اوكي. و 30/6/95. و 30/6 كام؟ 95. 95. سما، انتوا يعني في يعني في مشروع ارتباط رسمي بينكم ولا لسه في الاول؟ اوريدي. على فكره انت خطيبك جذاب جدا وبنات كتير. طبعا. طبعا، ده انت بتحبيه قوي. لا بس هو كده من زمان بجد. انا بقول لك هو كده له كاريزما. اي كاريزما، وبنات كلها موجودين من زمان، بس دلوقتي يعني هو انا بس. طبعا، لان انت حوت، انت ما انتش سهله، انت كمان زي عايزه اعرف عن الحوت شويه، حلوين بصراحه. هقول لك على الحوت، حاضر تسمعيني من التلفزيون؟ طيب خلاص اوكي. بشكرك. طبعا الحوت، انا بعتبر ست الحوت دي من انعم الابراج ومن اذكى الابراج، وانثى بمعنى الكلمه، يعني بحس ان الحوت دي رقم واحد في الانوثه، من طبعا من غير ما كل الستات تزعل وتقولي لا ده انت ليه بتقولي كده، طب ده انا لا، يعني خليني اقول ان ست الحوت دي انثى بمعنى ايه، مش ان اللي هي، في ناس كتير قوي تقول لا ده انا ست، وانا الموضوع مش موضوع شكل ومش موضوع مظهر، يعني الموضوع موضوع احساس. انثى بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي يعني بتعرف تحتوي الراجل اللي قدامها، بتعرف تخلي الراجل يعني يردم على كل الستات اللي شافها في حياته ويركز معها هي. بصوا بقى ذكاء الانثى، كل واحده طبعا فيها انوثه، وكل واحده ممكن تبقى جميله الجميلات، لكن ست الحوت انا بعتبرها من اذكى الستات، لانها انثى، ومعنى انثى هو احساس مش شكل، فست الحوت دايما عندها احساس الانوثه عالي جدا، عندها ذكاء، وعندها مش هقول مكر، بس هقول همشيها ذكاء، ان هي تدور الدنيا وتخليها على مزاجها، تخلي الراجل ينسى كل علاقاته السابقة ويخاف منها ويخاف على زعلها. فست الحوت دي انا بعتبرها قصة،
قصة تانية. فيا سما ربنا يسعدك، انت ست عندك في عمار كده بينك وبين ربنا، يعني عندك كده حتة حلوة في شخصيتك، بس انت غيورة، انت مسيطرة مع ان ما يبانش عليكي، مسيطرة، وعندك برضو حس فني، يعني انت كوكتيل شخصيات كده في بعض في شخصية واحدة. طبعا ربنا يسعدكم يا رب ويتمم لكم بألف خير. اخد مدام ندى. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيكي. لو سمحت يا دكتورة، انا تاريخ ميلادي 10/8 اوكي 1994 اوكي، وتاريخ ميلاد جوزي 17/7 1977. 77. طب قولي لي يا ندى، نعم، الحياة بينكو ايه؟ مش مستقرة خالص. بصي، ما بيننا، نعم، في مشاكل ما بيننا، في مشاكل بينكو، في كمان فرق في التفكير. في فرق جامد في التفكير. هو شويه يعني متمسك بالعادات والتقاليد، ولازم تسمعي كلامه. لازم كلمته اللي تمشي. غيور جدا جدا. نعم اكيد فعلا. لا كلام في حضرتك صح. وغيور جدا، بيغير عليكي جدا جدا. ماشي. انت بقى انت بتحبي الحريه، بتحبي تثبتي نفسك، ليكي شخصيه مستقله، ما تحبيش حد يقول لك كلمه وتنفذيها غير لما تكوني مقتنعه بيها. تمام. ساعات بتحسي ان انت تستحقي احسن من كده، او تستحقي حياه احسن من كده، ان انت يعني ما حدش مقدر، لان انت فيكي صفات حلوه جدا جدا، بس انت عندك مشكله ان انت بتضيعي حقك بالعصبيه. فعلا عصبيه شويه. وبتضيعي حقك، يعني ممكن تبقي انت صح بس عصبيتك، وساعات بتبقي غلطه، بتضيعي حقك بالعصبيه دي، او انك بتغلطي ساعات بالكلام. فيعني انت كويسه جدا من جواكي، بس قليل اللي بيفهموكي، يعني ناس مش ناس كتير اللي بتفهمك. ف انت بس بينك وبين جوزك في فجوه، الفجوه دي يعني كبيره شويه. معايا؟ انا مش عايزه كلامي يزعلك. لا تمام، لا كلامك كويس جدا والله، بس انا حابه ان انت تدي فرصه للناس، يعني نصيحتي ليكي تدي فرصه للناس تفهمك، لان انت انسانه كويسه جدا 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 من جواكي، وجدعه جدا، وصاحبه صاحبك جدا، وتستحملي اي ظروف واي ضغوط بتستحمليها، بس بتضيعي الحاجات الحلوه دي كلها مع العصبيه. طب المفترض اعمل ايه؟ انا زي ما قلت لك، اهدي شويه. بلاش تاخدي كل الامور بعصبيه او بعند، لان انت عنيده كمان. فخليكي اهدى من كده في حياتك، عشان انت كمان يعني بيبان عليكي يعني تلاقي نفسك كمان تعبانه من كتر التفكير الكتير، من كتر ما انت حاسه انك مظلومه، دايما انت حاسه ان انت مظلومه او مقهوره على طول والله، او تستاهلي حاجه احسن من كده، او عمرك بيضيع وانت مش حاسه ان انت. بالنسبه لجوزك، جوزك طيب جدا، وجوزك عنده حته حنيه حلوه كده، حنين، ما يعني مع كل عصر السيد خالص. نعم، بس تحس اللي هو عايش عصر السيد، عايش عصر السيد. ما هو يحب كلمته تمشي ومفيش نقاش. دي شخصيته، بس هو في جوانب تانية حلوة، يعني هو حنين، هو طيب. عندكم ولاد؟ ولد. ربنا يخليهم لك، هتلاقيه حنين قوي مع اولاده. انتوا اتجوزتوا عن حب يا ندى؟ طب انت شايفانه اتغير بعد الجواز؟ كتير. كان الاول حاجة،
حاجة تانية الأول حاجة ودلوقتي حاجة تانية خالص. وعنده ميول اللي هو ممكن يسمع كلام أي حد يتكلم معاه. بيسمع كلام كتير قوي لأي حد يكلمه. ودني. بالظبط كده. هو بيحب مامته قوي، لو مامته عايشه بيحبها قوي. توفي فعلا هو كان بيحبها جدا بس هي توفت. بس معاه اخوات مش كويسين خالص. وطبعا برضه هو بيحب اخواته. بيحبهم طبعا وبيفضلهم عني بكتير. وممكن مش مشكله انا بالنسبه له وبالنسبه لاخواته. انت حاولي تتجنبي اخواته، لان هي دي مشكلة على فكرة. الزوج لما بيبقى مرتبط ب انا فعلا عاملة كده بس هما اللي مش متجنبيني خالص، حاطيني في دماغهم جاني. مش عارفة ليه. يعني انت عايشة في نفس البيت معاهم ولا كل واحد في بيت؟ لا والله احنا كنا عايشين مع مامته كده، فمامته ما توفت بقينا قاعدين لوحدينا. بس هما ما كانوش موافقين عليا وكده فحصلت. بشكرك يا ندى. يعني انا عايزه نصيحتي للازواج يا جماعه، انت خلاص انت سيبك من اخواتك ليهم حياتهم، ما تهدش حياتك، ربنا يخلي لك اخواتك. بس مادام الاثنين مش مرتاحين مع بعض، زوجتك واخواتك، خلي كل واحد في حاله. يعني ما تهدش بيتك علشان انت مرتبط باخواتك، لا ارتبط بيهم بس بعيد عن زوجتك. ده نصيحتي اليوم. اخد الو الو طب بشكرك. فنصيحتي ان مش كل واحد يكون بيحب اخواته او والدته. والدتك على عيني وعلى راسي، بس افرض ان والدتك ومراتك في بينهم مشاكل، وساعات الام هي الام ام، بس ساعات الام بتبقى غيورة على اولادها، فبتبقى غيورة على ابنها، فما بتحبش مرات ابنها. انت بقى يعني ما تديلهاش الفرصة ان هي تقهر زوجتك، هي امك انت تحملها. لكن هي حرام لما تلاقي، خليك انت عادل لما تلاقي ان والدتك غلطانة. مش عيب ان انت تنصر مراتك، بس طبعا تنصرها ان انت تتجنبهم بعض، مش تنصرها ان انت تغلط في والدتك، بس تخليهم هما اللي كل واحد في حاله. دي نصيحتي. اخد رشا. الو ازيك يا رشا؟ الله يسلم حضرتك. اخبارك ايه؟ انا 29/1/82. اوكي. ايوه انا 29/1/82. سامعاكي، اتفضلي. وجوزي 12/8/73. اوكي. جوزي 12/8/73. سامعاكي يا رشا، سامعاكي. انت عايز تعرفي التوافق؟ بقالي 14 سنه متجوزه، بس على طول دايما شايفين ان هو مش، انت بتقولي بقالك 14 سنه انا كمل معايا. لا مش سامعاكي، انت سامعيني من التلفزيون ولا التليفون الاول؟ لا من التليفون. طيب انت بقالك بتقولي 14 سنه متجوزه؟ وايه اللي حصل؟ ما سمعتش. دايما شايفين مش، يعني مش ده اللي انا اقدر اكمل معاه، يعني في مشاكل كتيره ما بيننا. وعلى طول عايزه ابعد، يعني مش يا حبيبتي مش شايفاه ده ممكن يكون بالنسبه لي انا اقدر اكمل معاه. طب ازاي 14 سنه متحملاه ازاي؟ لما في بينا اولاد. هو اتغير؟ لا. يعني هي دي الشخصيه، بس انتوا واخدين بعض عن حب بتهيألي. لا خالص، هو كان جواز كده بسرعه. وبينكم اولاد؟ بس الحياه بينكم من الاول ما كانتش وحشه كده؟ ممكن كانت كده، بس هو شخصيته ضعيفه جدا، ف مش دايما بيسمع الكلام اللي حواليه. بس فمش عارفه، يعني عايزه اعرف ايه، يعني ايه اللي ممكن يكون مشترك ما بيننا اقدر ان انا اقرب له اكتر، او احاول اخلي فيه ود بيننا. رشا هو له اهتمامات، يعني بيحب الخروج، بيحب الاصدقاء اكيد؟ لا خالص 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 خالص. غريب، هو منطوي مع نفسه، بيحب دايما القعده في البيت، ما بيحبش الخروج كتير. على عكسك انت دايما بتحب ايه؟ انت بتحب الخروج، انت من الستات اللي بتحب. انا طبعا بالظبط، انا بحب الحياه، عايزه اخرج، عايزه اشوف. ده حقيقي.
انت محبه للحياه جدا. اه بالظبط كده. طب انت ولادك كبار؟ ايه عندي بنتي عندها 14 سنه. طيب هم ممكن يعني انا عايزه اقولك ان البنات كتير جدا بيغيروا في والدهم وجوزك مع ولاده حاجه تانية على فكره، يعني مع ولاده بيحبهم جدا وممكن يكون بيسمع لهم، بس دايما مش مديهم الوقت ان هو يسمعهم. بشكرك يا رشا، يعني حاولي تكلمينا تاني. طب حاضر. الو الو. طب بشكرك. انا عايزه اقول لرشا ان دايما الاولاد لما بيكبروا شويه ويكون الزوج صعب والتعامل معاه صعب، الولاد بيغيروا والدهم. في ابراج كتير جدا يعني عندهم ولادهم دول شيء مقدس، منهم برج الاسد بيحب ولاده جدا جدا وضعيف جدا قدام ولاده. هو ما بيديهمش الوقت الكافي، بس لو حس ان هم محتاجين له لازم هيديهم وقت كافي، ولازم يعني هيحن عليهم ويشوفهم متضايقين من ايه ويسمعوا. فانت ممكن تبقى يبقوا اولادك وخاصه ان هم ابتدوا يكبروا سبب ان هو يتغير. الراجل ممكن يتغير، في رجاله بتتغير، بس في رجاله بتتغير بعد مده شويه. فمش عايزاك تيأسي ان هو ممكن، لا هو ممكن يتغير للاحسن. حته ان هو منطوي وما بيحبش ينزل، و يعني هو مش عيب قوي انه منطوي يعني برضو الناس الاختلاط بالناس بيجيب مشاكل. فزي استغلي فرصه ان هو منطوي ما بيحبش الخروج، دي مصلحه، لان في رجاله كتير جدا بيحبوا الخروج، بتبقى ستاتهم هتتجنن يقول لك انا خارج مع صحابي، طب انت مش عارفك بقى خارج مع مين. فبرضو احمدي ربنا ان هو منطوي، دايما مفيش حد عاجبه حلو. بس طبعا انا معرفش المشكلة أساسها إيه، فما تزعليش من كلامي، أنا مش مستقلة بمشكلتك، بس بحاول نلاقي حل مع بعض. آخد مدام حنان. ألو. إزيك يا مدام حنان؟ أهلا بحضرتك. اتفضلي. لو سمحتي أنا رقم تاريخ ميلادي 3/2/81. أوكي. جوزي 21/9/77. 21/9/77. قولي لي يا مدام حنان. ايوه. الدنيا عامله معاكوا ايه شويه؟ لا والله الدنيا باظت خالص، لدرجه ان انا طلقت من 15 يوم. يا خبر. طب ايه السبب؟ حصل مشاكل كتير من حوالي 4 سنين، زادت المشاكل وبعد كده حسيت ان في واحده تانية دخلت حياته. حسيتي ولا اتاكدتي؟ مشيت ورا حاجات كده يعني مشيت وراه. اه. فبرضه بس ما اتكلمتش ولا واجهته. اه. وبعد فتره هو ما بيتكلمش ومسافر بره ما بيكلمنيش. حصل مشاكل كتير يعني. أيوة. بعد كده هو قال خلاص انا هنفصل عنها يعني. بس انا برضه معايا ولد وبنت وكنت عايزه اشوف الامور ديت يعني اخرتها ايه. بس هو من النوع اللي حتى لما بيطلق ما بينساش ولاده يعني. لا لا ده هو نسيهم خالص، لدرجه ان هو قال انا كرهتهم زي ما كرهتها. ليه انت يعني انت عملتي حاجه، عملتي مشكله معاه انت؟ لا 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 انا بقالي 10 سنين متجوزه بصراحه، من ساعتها وانا مستحمله كتير لاني كنت مفكره ان ده بيتي. اه ده بيتي واستحاله ان انا اخرج منه. اه بس اللي حصل في الفترة الأخيرة ده خلاني ما بقتش شايفة قدامي. اللي حصل اللي هو كارتباط بحد تاني، كشك ان هو يكون مرتبط بحد تاني؟ ايوه وبعدين انا ما بقتش موجودة، لا بقى يسأل علينا ولا على مشاكلنا ولا على مصروفنا. طب مفيش، احنا مش موجودين بالنسبه له. طب مدام حنان انت مش حاسه نفسك مسؤوله عن اي حاجه؟ ان انت مثلا ممكن تكوني شكيتي فيه في وقت هو ما يكونش في حد في حياته. لا لا انا شفت تليفوناته، واحده بيتصل بيها وكل ما اكلمه يقول لي ده اختي. وكنت بتكلم، انا جيت في الفتره الاخيره واجهته. والستات بتحس طبعا. ايوه وبعد كده شفته مثلا معاها في مكان.
وما واجهتيهوش يعني شفتي كل ده وما واجهتيش؟ لا ما واجهتش. طب ايه السبب؟ ليه ما واجهتيش؟ لان هو ردوده كانت وحشه وعلى طول بيتكلم الفاظ مش كويسه بيضرب. خايفه منه؟ ايوه. فخدت جنب وقلت خلاص هو مسيره هيرجع في يوم. بس هو كان كويس الاول ولا اتغير مؤخرا؟ هو كان كويس شويه في بدايه الجواز، وبعد كده طبعا بعد مرور سنين 10 سنين بدا انه يتغير. بعد من حوالي 4 سنين اتغير خالص. يعني قريب، يعني عشتوا سنين كويسين، هو واضح ان في واحده هي اللي غيرته. طب كنت برضو عايزه يعني ولادي، هو دلوقتي مش سائل فيهم ولكنهم موجودين في الدنيا. عايزه اقول لك هو هيفوق. انت ولادك عندهم قد ايه؟ انا ابني عنده 10 سنين. تاريخ ميلاده، يعني انا عايزه اسمعك على فكره من التلفزيون. طب اتفضلي قولي لي تاريخ. بشكرك يا مدام حنان. الراجل طبعا ممكن حاضر اخد عبد العزيز وبعدين هرد على مدام حنان. استاذ عبد العزيز، استاذ عبد العزيز توطي التلفزيون من فضلك. طيب الو، مساء الخير. مساء النور يا استاذ عبد العزيز، اهلا بيك. اهلا بسيادتك. لو سمحتي انا تاريخ ميلادي 30/3 والمدام 24/7. والمدام 24/7. استاذ عبد العزيز انت معايا صح؟ اتفضل يا فندم. استاذ عبد العزيز انت يمكن المدام تكون مظلومه شويه معاك، بس من غير زعل طبعا. اتفضلي. يعني انت شويه عصبي، متقلب المزاج، ساعات تغلط بالكلام، يعني ساعات تقول كلام بيجرح. المدام عندك حساسه شويه، انت كمان جايز تتهمها انها نكديه. نعم، انت جايز كمان تتهمها انها نكديه من كتر ما هي حساسه. معايا؟ معاكي، بس يعني انت بتتكلمي على برج الاسد. اظن صح كده يعني. بص، هي اسد بس هي واخده من السرطان. لان عندها حساسيه شويه جامده، اقل حاجه بتاثر فيها. معايا؟ معاك يا فندم. طيب ما انا بس كنت عايز اقول يعني انا برج الحمل وهي الاسد. تمام. و يعني حته العصبيه اللي هي مش متوافقه دي هي اللي ممكن تكون بتعمل المشكله، لكن انا ما فيش حته ان انا بغلط او اللي حضرتك يعني. ما هو العصبيه برضو ممكن تقلب بغلط، بس حضرتك ما بتغلطش. دي حاجه كويسه طبعا، دي نبع من التربيه ومن اخلاق حضرتك، بس هي العصبيه شويه بتبقى يعني مزعجه يعني لزوجتك شويه، لان هي برضو عندها اعتزاز بكرامتها شويه وبشخصيتها يعني. طب ممكن اعرف يعني بعد ما اقفل مواصفات البرج ومواصفات البرج دوت ومدى التوافق؟ توافقكم مع بعض. حاضر، بشكرك. طبعا التوافق زي ما قلت يمكن العصبيه هي السبب المشكله، على قد ما هو شخصيه طيب جدا وعنده اصدقاء ومحب للحياه، بس عنده جانب تاني ان هو سيسايد شويه، ان هو عصبي حابب ان كلامه يمشي. هي كمان حساسه جدا، بتنجرح بسهوله، عايزه معامله خاصه، عايزه تعاملها بالراحه وبحنيه يعني باقناع اكتر من كده في اي وجهه نظر. اخد منى. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا منى، ممكن توطي التلفزيون من فضلك؟ ايوه انا موطيه حضرتك. اتفضلي حبيبتي. يا حبيبتي اتفضلي. انا بصي 25/3/86. اوكي. وهو 25/2/80، سنة 80. اوكي. ماشي، اسمع حضرتك. مستجد. بشكرك يا منى. شكرا. بشكرك. ماشي. هي 25/3/86 وهو 25/2/80. العلاقة بينهم
كويسة، بس هو اهدى منك شوية يا منى، انت يعني عصبيتك وانفعالاتك اكتر منه، فانا بنصحك تهدي شوية. اخد سارة. سارة كذا سارة النهاردة؟ ثلاثة سارة. ازيك يا سارة؟ ازيك حضرتك؟ اتفضلي حبيبتي. بصي انا عيد ميلادي 2/5 وعيد ميلاد جوزي 3/3. انت عيد ميلادك 2/5 وعيد ميلاد ايه؟ جوزي 3/3. وعيد ميلاد جوزك 3/3، تمام. اه انا عايز اعرف في مشاكل ما بيننا وفي خلافات والكلام ده. في مشاكل بينكو؟ اه. مع ان انت ذكيه يا ساره. اه بس انا في يعني في علاقات ما بينه وما بين بناته والكلام ده. انا مش سامعاكي، بتقولي ايه؟ في علاقات ما بينه وما بين بنات، بيعرف ستات والكلام ده. بيعرف ستات؟ اه. ايه اللي جرى للرجاله بس؟ ايه اللي جرالكوا؟ انا عايز اعرف ايه يعني، ايه الحل يعني. طب انتي واجهتيه ولا انتي بس عارفه وساكته؟ لا بواجهه. بتواجهيه بيقول لك ايه؟ ساعات كذب وساعات كده وساعات الاقي على التليفون والكلام ده. متجوزين من زمان يا ساره؟ 5 سنين. من 5 سنين، والعلاقات دي مؤخرا ولا من زمان؟ لا يعني من سنتين كده. من سنتين. طب انت حاسه ان عليكي عامل ان هو يزهق من البيت ويبص بره؟ يعني انت مثلا كنت معاه جامده شويه، عصبيه شويه، كنت معاه شخصيتك باينه انها قويه مش ناعمه كده معاه؟ لا لا، غيره بس، غيره. والموضوع بيضايق ان هو غيره مش اكتر ولا اقل. انت ايه؟ غيره، غيره زياده عن اللزوم. انا مش سامعه حد يا جماعه، يفصل لي في الكنترول، مش سامعه. غيره عليه زياده عن اللزوم، بس هو ده اللي بيخليه يتضايق يعني. اه بتغيري عليه زياده عن اللزوم. اه. طب ما هو انت برضو يا ساره ممكن تكوني في الاول كنت منكده عليه على الفاضي والمليان، فهو بس بره. لا 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 لا. ما كانش كده بس ما كانش كده يعني بس هو. اه لا هو مره وعد لقيته كده، وعد شغالته الكلام ده، كلام في التليفون كده. طب هو مش بيخاف منك؟ يعني بيخاف؟ أوه. بيخاف تقفشيه؟ اه بيخاف صح؟ اه. خلاص يبقى خليكي على راسه بقى. يعني ايه الحل يعني؟ يعني يعني تحاوطيه، يعني تشوفي بيكلم مين، طبعا مش بخنقه ومش باوفر، بس تفهميه على طول ان انت مراقباه. الراجل لما بيحس ان الست على طول مراقباه وفايقه له ومفتحه له كويس، من نفسه بيقلق فبيتجنب المشاكل. فانت على طول تخليكي محوطاه، يعني ده نصيحتي للرجاله اللي بيبقوا كده. وكويس ان هو بيخاف، انا عشان كده سالتك هو بيخاف ولا لا. اه هو ده اللي انا عامله فعلا عايزه لما انت بتتكلمي. استغلي بقى حته انه بيخاف دي، وخليكي دايما على راسه. شوفي بيكلم مين على الواتساب بتاعه، دايما تبقي عينك عليه. الفيسبوك على طول عينك عليه. اتصالات تشوفي بعد الشغل بيروح فين، بيجي فين، لازم تراقبيه. اه انا بعمل كده حضرتك. مره في مره هيبطل خالص، لانه لما هيتجنب المشاكل، لما يحس ان انت هتعملي له مشاكل هيتجنبها. هي الرجاله بتيجي بكده، لكن في رجاله بجحه ما بيهمهاش، تقول لك اه انا اعرف واخبطي راسك في الحيط. لكن انت جوزك لا مش لا. من النوع ده. اه لا لا بيخاف من كده بالظبط، فانت حاوطيه. اه هي دي نصيحتي ليكي. شكرا. بشكرك يا حبيبتي. رنا. الو. ازيك يا رنا؟ تمام الحمد لله. اتفضلي حبيبتي. بصي هو انا 24/5. اوكي. وهو هو في شهر 8/1988. لا كام؟ 8 18. تمام. وانت 24/5. رنا انتوا بقالكوا قد ايه متجوزين؟ لا هو احنا مش متجوزين. اه انتوا لسه مرتبطين يعني؟ اه. طيب في بينكم مشاكل ولا حاجه؟ اه يعني هو غيره مني. اه ما انا عايزه اقول كده، الغيره منك انت. انت غيوره جدا عليه، بتغيري جدا جدا عليه، وعلى طول عندك شك فيه، مش مطمنه له.
حاسه انه هيسيبك او حاسه انه هيخونك. انت متاكده، انت متاكده يا ساره من يعني انت مسكتي عليه حاجه ولا دي اوهام؟ لا هو كان الاول مسكت عليه حاجه بس هو خلاص يعني قال لي مفيش حاجه قال لك انه خلاص. طيب لما هو قال لك حلو، لما هو قال لك ان مفيش حاجه ليه بتنكدي على نفسك وتعكري صفو حياتك؟ يعني هو قال لك انه كان ودلوقتي بطل. ما هو كمان يعني برضه هو كمان بيشك فيا، يعني الموبايل انت على طول مش انت بتعملي ايه؟ انت نزلتي؟ انت فين؟ لا انت نزلتي. بصي يا رنا، الراجل ما يشكش في الست غير لو في سببين. اول سبب انه يكون مثلا مسك انك بتكلمي حد وقفشك بتكلمي حد من وراه، يا اما هو يبقى اما هو بتاع بنات وشاف البنات بتعمل ايه وعنده. ايوه هو كان بتاع بنات، يعني هو يعني بصي كان يعرف بنات كتير جدا. هي دي مشكله الراجل بتاع البنات، لما بيجي ياخد واحده كويسه بيبقى برضه شاكك، ما هو شاف بقى وشاف اصناف كتير وشاف البنات بتعمل ايه فبيبقى عنده شك، بيشك في صوابع ايديه. فمعلش مادام هو اصلا بتاع بنات حطي في بالك هو مش بيشك فيكي كرانة، لا ده هو عنده العقده دي لان هو اصلا كان بتاع بنات وشاف البنات بتعمل ايه. ما انا مش عارفه اعمل ايه. بصي اولا انت مادام هو بطل حته البنات والصحوبيات الكتير دي وخلاص علشانك فما تشكيش فيه وما تخنقوش لان هو برضو بيتخنق بسرعه. تمام؟ دي الناحيه الثانيه. تاني حاجه ان هو بقى بيشك فيكي انت تطمنيه. يا سيدي خد تليفوني اهو معايا. انا بطمنه بقول له انا لو عايزه اعمل حاجه هعملها. لا مش بس كده، اديله دليل. يعني انت خد تليفوني اهو، يعني مثلا طول ما انت قاعده معاه في القعده سيبي التليفون بتاعك قدامه. فهماني؟ مره في مره هيطمن. طب ما هي سايبه لي تليفونها قدامي، يعني هتعمل ايه؟ يعني مثلا لو قاعدين في مكان روحي التواليت وقصدي سيبي التليفون قدامه مثلا. الحركات دي هتطمنه، انا هو تليفوني هو لا باخده معايا ولا حاجه. شوف انت مره في مره يطمن لك، لان اللي هو فيه ده شك بناء على علاقاته السابقه. فهماني؟ فانت ابتدي ريحيه واحده واحده. اوكي؟ شكرا. بشكرك حبيبتي، بشكرك. اخد ام اسلام حبيبتي. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبه قلبي. ازيك يا ماما؟ ازيك يا ام اسلام حبيبه قلبي؟ عامله انا عماله اقول يعني ما كلمونيش للنهارده. معلش هي بصي النهارده يعني الظروف صعبه شويه، مدام سميره تعبانه شويه. يا حبيبتي الف سلامه. الله يخليكي حبيبتي، جالها كده دور برد يعني صعب جدا يعني. ف يا حبيبتي معلش قلت بقى اكلمك، طبعا ما ينفعش يعدي يوم كده من غير ما اكلمك. يا روح قلبي ربنا يخليكي من الاسبوع للاسبوع. سلمي لي عليها قوي، الف سلامه عليها. الله يسلمك يا حبيبتي. مش عارفه بقى مش يعني الظروف بتاعتها ايه، بس اللي فينا بيقدر يكلمك بجد والله من اول حلقه والتليفون مشغول. يا رب كده يعني، انا قلت تاتش وود يا رب كده دايما التليفون يبقى مشغول. يا حبيبتي ربنا بس ما اقدرش اتشغل عنك ابدا. ربنا يخليك يا حبيبتي ويسعدك يا رب. حبيبتي ام اسلام اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. بقول لك وحشتينا بجد يا مايا. وانت كمان يا حبيبتي. والله عايزه اقول لك ان انا يمكن من اول حلقه مستنيه مكالمتك دي يا حبيبتي. والله العظيم التليفون على طول يعني عماله اتصل مشغول والله. لسه قايله للاستاذ احمد كده يا رب كده دايما يبقى مشغول على طول، بس اهو يعني لينا مكالمه او مكالمتين. ما ينشغلش عنك ابدا وهم كلهم بيسلموا عليك. ربنا يخليك، انا بسلم عليهم قوي. استاذ احمد امين اقول له وحشتنا قوي، وهو بيسلم عليك مجدي ربنا يكرمه يا رب ويخلله يا رب بنوته الحلوه يا رب. وكل كروب برنامج بجد يا رب من تقدم لتقدم، قناه جميله ربنا يبارك لكم كلكم. بس يعني وفي مصر بلد تو دلوقتي كمان اتفرج عليه. طبعا ما انا باركت لكم الاسبوع اللي فات. يا حبيبتي صح مظبوط. يعني بصي يوم السبت ده يعني تاكدي من اول الاستاذ احمد ما بيتقفلش في مصر البلد يا حبيبتي على طول يعني. واعاده البرنامج بتاع ميا والابراج بيبقى التلات على مصر البلد 2 من 11 برضه في نفس الوقت من الساعه 11 لواحده يوم الاعاده. نعم يوم الثلاث. يوم الثلاث على مصر بلد 2
الإعادة. دي معلومة جديدة. حصري ليكي هو لسه قايلها ليكي. ربنا يخليكي يا رب ودايما منورة كده القناة. حبيبتي. عايزة أقول لك بس أنت بتسألي النهاردة أنا ليا تاريخ بس هسأل عليه. اتفضلي حبيبتي. بس بعد ما أقول لك حاجة أنت بتسألي النهاردة الرجالة جرالها إيه؟ فعلا. الرجالة البعد عن ربنا وده حقيقي. بيعمل كده حقيقي يعني كلهم يعني تشوفي النهارده الراجل يعني يخطب الانسانه ويبقى بيحبها وكل حاجه خلاص دخلت في الحياه بقى الحياه العمليه والزوجيه صح. بصي كل البعد عن ربنا حتى مصبوط. لو هو بيصلي الصلاه بتلاقيها يعني حاجه تقضيه واجب وخلاص مش من القلب لا وبعده عن ربنا كمان بانه موضوع الفيسبوك يا مايا ده اقول لك ايه دي نكبه يعني نكبه علينا فعلا. كستات كبنات حقيقي. كرجاله نكبه حقيقي يعني مش نعمه لا دي نكبه علينا حقيقي. بتخشي بتشوفي حاجات مش ممكن صح. شوفي الراجل النهارده لما يخش يقارن ما بين اللي بيشوفه مراته لا مراته دي لا طبعا طب ايه طب ما يقارن نفسه هو بقى جنب الرجاله برضو اللي بيهتموا بنفسهم وكده يعني هو ليه بيعيب عن الست ان هي مش حبيبتي طب ما في رجاله تانية برضو بيهتموا بنفسهم قوي بصي يا مايا اللي بتهتم بنفسها قوي كده على الفيسبوك دي حاجه تانية خالص صحيح. دي مش ست بيت دي مش صحيح. مش دي اللي هتعمر لك بيتك ولا تقدر تستحملك ولا هتصون اسمك لا دي حاجة كده طياري صح ما اقدرش انا اقارن بيتي واهل بيتي بحاجة صح. زي كده صح هي بقى من ناحيتها زي ما انت قلتي يعني انا برضو عاتبة على مدام حنان ان هي اتطلقت لا ما اتطلقش لا انا افضل ركز على قلبه كده معاها اولاد طب دي هتعمل ايه باولادها لا هو هي قالت هو اللي طلقها معلش ده انا بصي بقى يعني دلوقتي هو دلوقتي بتقولك مش سائل على اولاد لا ده انا وديه لاولاده لغايه هناك ده انا اعمل له تربانه في دماغه جدع والله جدع والله يعني ست بميت راجل الراجل زي ما قلتي فعلا عارفه هي تبقى على دماغه تليفونه ممكن ترد عليه الواتس تخش اي حاجه تفهمه ان هي انت عارفه انا كان عندي مشكله زي كده بصي يا احمد بيقولي ناويين تودي رجاله في داهيه عاجبك كده لا بجد لا مش كل رجاله يا احمد في رجاله كويسه طبعا طبعا في رجاله كتير كويسين رجاله بصي دماغها بتشطح لبعيد بس عايزه اقول لك يا ام اسلام لحاجه مهمه جدا فضل. في رجاله ما بيهمهاش وتقول انا اعرف فلانه اخبط راسك بصي على قلبه دي حياتي انا انا اخرب بيتي ليه عشان معك. واحده هتيجي وتمشي او واحده ممكن ياخد مزاجه ويمشي صح معاكي معاكي وخاصه ان البنات دلوقتي بقت حاجه فظيعه البنات افظع بقت حاجه فظيعه انا بستغرب ايه الجيل ده يعني انا يعني مش انا ايامنا ما كانش فيه كده يعني بشوف بنات في ثانوي وفي جامعه بيعملوا عماير وبيعملوا حاجات ولا جيلك ولا جيلنا ولا اي لا جيل لا. بتقارنيه بالجيل ده لا بقى حاجة ده صعبة ده جيل النت والانترنت والكلام ده لا 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 انفتاح بزيادة وإباحية أوي. بزيادة أوي. وأقول أوي. إيه اللي يعني أنا أقول للأب والأم لازم عينيكوا على البنت والولد أصدقائه مين على الفيسبوك بتعرف مين هو بيعرف مين والولد قبل البنت لان ده حاجه مش ممكن عارفه ده كتر ليه يا ام اسلام لان ظاهره الطلاق دلوقتي بقت متفشيه كتير. دلوقتي بقى الراجل يتجوز كام شهر ويطلق ويروح يتجوز تاني ويتجوز تاني هو مش تعبان في حاجه انت عارفه الراجل اللي بيطلق ويتجوز ممكن يكون بابا بقى مساعده في بيته في تكوين عفشه في الكلام ده كله سهل عليه ان هو ما تعبش مش في حاجه خسران. هيطلق ويتجوز تاني حقيقي طب ليه كده اللي بيتظلم الاولاد فبيطلعوا ايه بقى بيطلعوا جيل بايظ ما مش لاقيين رقابه لا من ام ولا من اب فعشان كده احنا بيبقى عندهم يعني انكسار مكسورين بالظبط مكسور بالظبط او البنت مكسوره بالظبط مش لاقيه توجيه لا. فبتطلع بقى حسب التيار بقى موديها بصي فيه. الام بتعمل اقصى ما عندها مع اولادها بس في إيه امهات بتتجوز بس ليه ما هو برضو من الاول هنقول العيب من الاول تاني هنرجع لنقطة الصفر تاني فبصي ربنا يرحمنا ايام صعبة وفعلا ايام صعبة جدا فعلا الايام صعبة جدا والناس بقت صعبة جامدة قوي حقيقي
عايزه اسالك بس معلش قولي يا حبيبتي. لا يا حبيبتي اتفضلي انا تحت امرك. بس على تاريخ اسلام 12/8 12/8 برج الاسد. اه لسه ما ارتبطش صح؟ لا ان شاء الله يرتبط. النهارده هو معزوم فرح واحد صاحبه فبقول له يا رب كده يا رب عقباله يا رب. انت اعرف بس ايه يعني هو اسلام بس ما بيعجبوش العجب برضو، عايز واحده كده بمواصفات خاصه وعايز واحده تبقى شكلا وموضوعا كويسه، يعني تبقى اخلاق وفي نفس الوقت تبقى شكلها حلو ومهتميه بنفسها. عارفه مايا بيدور على الاخلاق قبل الجمال. بيدور على الاخلاق قبل الجمال. اه طبعا من اللي بيشوفه كتير. بس هو عايز اقول لك برضه لما يجي يرتبط هياخد الاثنين الجمال والاخلاق. هو لعلمك مش هيقدر يتخلى عن الجمال لان هو بيحب البنت الحلوه. فلازم تبقى اخلاقها حلوه ويكون كمان شكلها مقبول بالنسبه له يعني. يا رب. مش هيتجوز اي حاجه والسلام. بس هو ايه اصبري كده، هو ان شاء الله هيتقل وهياخد حاجه جميله ان شاء الله. انا بس حياته العمليه لسه برضه مش قوي فيها عشان اقدر اجازف له بحاجه زي كده. بص يا ام اسلام، الحياه العمليه دي ان شاء الله هتيجي، بس هو يجتهد لان هو ساعات بيبقى كسول. هو لا لا هو مش ساكت. هو مش ساكت. هو مش ايه؟ مش ساكت يعني مش بيسعى ساكت. كتير ان شاء الله ربنا مع اللي بيسعى، وهو ما دام بيسعى يبقى ربنا ان شاء الله هيكرمه. المهم ان هو ما يتخاذلش، يعني زي ما اقول لك بيجي له فترات كده ييأس. هي دي بيجي له فترات عليه كده بيبقى يائس وساكت كده. خلاص عارفه زي ما تقولي ايه بيفقد الامل. لا انت تديله الـ يعني الـ الهمه والـ 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 والنشاط، وقولي له ان شاء الله ربنا هيكرمه. هو يمكن يكون حظه الحلو بيتاخر بس بيجي، يعني دايما الاسد حظهم بيتاخر سواء في الارتباط او في العمل المناسب، بس بيجي وبيجي حاجه كويسه جدا ان شاء الله. يا رب يا رب يسمع منك ربنا ان شاء الله. ان شاء الله. ومعلش خدت من وقتك. لا يا حبيبتي انت نورتيني قوي وان شاء الله كده تبقى منوره دايما كده. يا حبيبه قلبي وانا سعيده باتصالك. يا حبيبتي شكرا ليكوا كلكم. يا حبيبتي بشكرك. عليكم السلام. اخد ابتسام. الو ازيك يا ابتسام؟ تمام الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي. بصي هو انا 25/5/1991. اوكي. بس انا عايزه اعرف نفسي بس. إيه انت 25/5 مش يعني انت مرتبطه؟ هو انا مش مرتبطه. بصي يا ابتسام، انت تسمعيني من التلفزيون حابه يعني اقفل وتسمعيني ولا حابه تقعدي معايا على التليفون؟ لا انا معاكي التليفون عشان كمان اختي عايزه تكلمي. طيب يا حبيبتي. بصي يا ابتسام، انت شخصيه شويه متقلبه. متقلبة المزاج شوية، طموحة جدا وبتحبي يعني توصلي، في دماغك ان انت توصلي ويبقى معاكي فلوس ويبقى شغل، وفي نفس الوقت عايزة ارتباط بس عايزة حد مخلص ما يكونش بيبص لحد غيرك، لان انت غيورة جدا جدا ورومانسية وبتنجرحي من اقل حاجة، يعني اقل حاجه تجرحك وتضايقك لانك حساسه قوي قوي، بس مع كل ده شخصيتك قويه وبتقدري تستحملي الصدمات وبتقدري تستحملي المشاكل. بتتعبي شويه بس بتقومي بترجعي تاني احسن من الاول، يعني المشاكل بتقويكي مش بتضعفك. لا وبتضايقني والله كمان. لا غير انها بتضايقك بتقويكي، يعني بتقومي زي تتحدي وتقولي لا انا ان شاء الله هرجع اقوى من الاول. يعني عندك حتة ان انت المشاكل بتقويكي مش المشاكل بتضعفك وتخليكي في النازل، لا تقوي لان انت شخصية قوية من جواكي. ايوه فاهماني؟ ايوه. ان شاء الله تقابلي شريك حياتك قريبا ان شاء الله. طيب اديني اختك بقى. طيب تمام. عليكم السلام اهلا بيكي. مرحبا بحضرتك. اتفضلي يا حبيبتي. بكلمك من شويه. انا ندى. انا مدام ندى. ازيك يا مدام ندى؟ تمام الحمد لله. معلش السكه فاتت. بصي يا دكتوره، انا دلوقتي في مشاكل ما بيني وما بين جوزي. انا كنت قايله لك على مشاكل اللي كانت حاصله وكده. طيب دلوقتي في بينا طلاق. جوزك اللي هو مواليد 77 صح؟ تمام تمام. طلاق يعني انت وصلت المشاكل الطلاق؟ بسبب والله تليفون كان مقفول، والتليفون كان مقفول، راح رامي اليمين طلاق.
مش فاهمة التليفون مين اللي كان مقفول؟ كان التليفون بتاعي كان شبكة، كان مفيش شبكة فيه واتصل بيا لقى التليفون كان مقفول فحصلت مشكلة بناء على ازاي ان التليفون كان مقفول فلما يمين الطلاق ونصمم عليه. يا خبر ابيض، بس اكيد مش هي دي المشكلة، اكيد في حاجات قبل كده. لا هي دي، هي دي المشكلة. غريبة اوي. طب ده يعني ده تصرف مش طبيعي خالص. التليفون كان هو شكاك جدا، هو شكاك جدا، بس هو بيتلكك كده بقى. هو ضابط، هو ايه، هو ضابط بيشك من اقل حاجه طبيعته كده من تحت من اخرته، هو بيشك من اقل حاجه. طب ندى انت 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 طب في شهود ان انت كنت في البيت؟ انا كنت في البيت، لان انا كنت اصلا كنت لسه مكلماه اصلا قبلها بشويه. ما انا بقولك هو بيتلكك، مفيش حد يطلع واحده. هو من ناحيه التركيز فهو ممكن يكون بيتلكك، هو اكيد بيتلكك. بصي هقولك على حاجه، انا ده لو هو بيشك فيكي ما كانش خلاكي على ذمته لحظه تاكدي من لا هو بيشك، لا هو بيشك من ناحيه الشك فانا وصل. طب عملتي ايه، يعني عملتي ايه وصلتي للشك؟ برضو الراجل ما يشكش في الست غير لو في، لا مش عملتي. انا من ساعه ما اخدته وهو بيشك بطريقه رهيبه لدرجه ان انا قلت له يمكن اللي انت عشته في حياتك. هو كل ما بيتكلم، هو كل ما يتكلم يقول انا شفت في حياتي اللي ما حدش شافه. هو شاف اللي محدش شافه، هو شاف حريم بتعمل حاجات ما توقعهاش. شافها منين يعني، منك؟ لا لا يعني قبل ما يتجوزوا كده كان على طول يقول لي كده. فانا بعديها كده بعد ما اتجوزنا بسنتين او كده او ثلاث سنين لقيته بيتكلم مع واحده على التليفون وبيقول لها عايزين نتقابل، واحده دي متجوزه وكان جوزها معاها وكان جنبها وسمعت المكالمه. فالمهم حصلت مشكله ما بيننا، فهو من ساعه ما انا ما عرفت ان هو كان بيكلم حد، ومن ساعتها هو يعني عايز يعمل مشكله باي طريقه. يعني يبقى هو اللي غلطان وعايز يعمل مشكله؟ وجوزها فين؟ ده اللي كان شايف مراته بتكلم واحد، جوزها ايه ده؟ والله هي بتقول بتكلمني بتقول له انا جوزي نايم جنبي دلوقتي فمش عارفه اكلمك، هقفل وشويه بقى اكلمك. فانا لما سمعت المكالمه طبعا حصلت مشكله، وازاي ان انا عرفت اهلي وكده وحصلت مشكله. ولا هو ما كانش عايز كده، وغير كده وكده بعديها بقى كل شويه يعمل مشاكل معايا، كل شويه يتلفت في اي مشكله تحصل او حاجه بسيطه، حتى زي مكالمه التليفون مثلا لو بكلم مامتي بالتليفون يقول لي اقفلي السكه وما تتكلميش معاها، ردي عليا الاول بعد كده تبقي بتتكلمي. اقول له ازاي يعني اقفل السكه ازاي؟ انت لو انا رنيت عليك هتقفل ولقيتك بتتكلم هتقفل السكه في وش الناس، يقول لي انا غيرك. يعني هو كان يقول انا غيرك. هو كان كويس يا ندى الاول، يعني هو كان كويس قبل المشكله دي، قبل مشكله الست اللي انت قفشتيها؟ قبل المشكله دي كان كويس. من بعد المشكله دي وهو مع ان هو غلطان. من بعد المشكله دي عرف ان انا عرفت اللي هو بيتكلم حد، وهو اتغير تماما وبقى بيتلكك على اي حاجه وعلى طول عصبي وعلى طول الشتيمه وعلى طول مشاكل ما بيننا. بصي يا ندى، هو ما بيحبش يطلع نفسه غلطان، وما بيحبش يحسسك ان انت ماسكه عليه حاجه، فاللي هو عايز يسبق علشان ما تفتحيش بقك، عشان ما تغلطيهوش. فاهماني؟ يعني عايز اللي هو يعني زي ما تقولي ايه، يكسر عينك. ايوه ايوه. او يقصقص ريشك. ليه؟ علشان ما تفتحيش بقك وتقولي ان هو غلطان، لان هو عنده كبرياء شويه، اعتزاز بشخصيته. يعني مش انت اللي تمسكي عليا غلطه، لا ده انا بقى امسك عليكي بدل غلطه مليون غلطه، حتى لو بالغلط. فاهماني؟ عشان انت قفشتيه مره فده جننه. أيوة. فصورته قدامك اتهزت. بس انا ما بوصلهوش والله العظيم ان هو يمسك عليا حاجه، لان انا ما بعملش حاجه غلط. بالظبط، ما هو انت ما بتعمليش حاجه غلط. معناه ان اولا هو هيرجع لك تاني، سيبك موضوع الطلاق دي.
ده يعدي. لا ده هو مصمم على الطلاق لدرجة اللي هو قال لو انتوا مش عايزين تطلق، لو مش عايزين بنتكم تطلق بالرضا عادي في المحاكم. لا هو في حاجة مش عايزين تطلق، هو اللي بيطلق. انت لو قلتي له اوكي هيطلق مش هيطلق، هو ده واحد بيتلكك. ده واحد بيتلكك وعايز يكسر عينكو كلكو علشان محدش يكلمكو وتتذللوا له، والنبي ما تطلقنا، والنبي خليك. طب ما هو اللي بيطلق، محاكم ايه اللي هو يطلق؟ هو محتاج يروح محكمه عشان يطلق؟ دي بكلمه، دي بمشوار لمأذون هيطلق. ممكن بقى من خلال حضرتك تدي رساله لوالدتي وتعرفيها الكلام ده، عشان انا على طول اقول لها الكلام ده وهي مش مقتنعه. هو كلامي صح ان هو بيلوي دراعكو، هي بتسمع حضرتك دلوقتي وانا قلت لها الكلام دوت، بس هو ممكن من النوع اللي هي كل ما تحصل مشكله تيجي عليا قدامي بحيث ان الموضوع يعدي. لا انا بقول لمنادى يعني يا حاجه بجد حرام اللي بتعمليه. انا بشكرك يا ندى، وخليني بقى اوجه كلمه لوالدتك. يا حاجة انا عارفة ان انت بتحبي بنتك جدا جدا وعايزة لها الخير، بس انت ست طيبة وما تعرفيش نفسية اللي قدامك ايه. يعني انا شوية بفهم في علم النفس، يعني درس علم نفس، فعارفة سيكولوجية اللي قدامي. الراجل ده عايز يلوي دراعكو، يعني عايز يخليكو انتوا اللي تتحايلوا عليه وانتوا تقولوا له والنبي صالحنا، مع ان هو اللي غلطان وانتوا اللي ماسكين عليه غلطة. يعني بدل الغلطة دي ما ندى هي اللي تصعدها وتعمل مشكلة، هو راح عامل مشكلة مع انه عارف ومتأكد مليون المية ان بنتك كويسة ولا بتكلم حد ولا ماشية ماشي لا اعوذ بالله ماشي اي كلام. لان هو لو هي البنت كانت وحشة ما كانش خلاها على ذمته لحظة واحدة، ده ظابط وظابط جيش ما عندوش الكلام ده. فالحتة دي انا عايزاكي تتأكدي ان بنتك زي الفل، بنتك زوجة كويسة جدا، واللي هو بيعمله ده عشان يتوك. في حاجة اسمها طلق بمحاكم؟ هو الراجل محتاج يروح محكمة عشان يطلق؟ الراجل بيطلق بكلمة، بيطلق بمشوار لمأذون والقصة انتهت. هو بيعمل كده عشان ست غلبانة وست طيبة وهتجري وراه وتقولوا له ايه؟ لا والبيت يتخرب. سيبيه، انا مش بقول ان انت تعنديه، بس بقول لك خليكي واقفة مع بنتك. بنتك فاهماه لان هو جوزها. احيانا الامهات بيبقوا من شدة حبهم وخوفهم على اولادهم بيأذوهم، فانت يعني انت حابة بنتك ومش عايزة لها خراب البيت، بس خليها هي تتصرف. هي عارفه جوزها كويس قوي وعارفها هو بيفكر في ايه، اديها الفرصه هي تتصرف معاه، وربنا يوفقكم يا رب وينصركم عليه، لان انتوا فعلا مظلومين. اخد مدام هبه. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا مدام هبه؟ الله يخليك يا شرف، ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اتفضلي حبيبتي. انا طب اسمعني من التليفون يا مدام هبه من فضلك وقت التلفزيون. انا 25/11 اوكي، وجوزي 10/3 اوكي، وابني 5/6. وابنك 5/6؟ اه. عايز اعرف بقى مواصفات افراجنا احنا الثلاثه والتوافق بيننا وكده. حاضر يا مدام هبه، اسمعيني من التلفزيون. ماشي، بشكرك حبيبتي. مدام هبه وزوجها متوافقين، وحتى لو في مشكله او في عصبيه او في اي مشكله انت بتتغاضي عنها، وانت من النوع اللي ايه اللي بتاخدي كل حاجه بعقلانيه كده وبهدوء وبتحتوي اي موقف. ابنك بس مجننك شويه، ما بيقعدش على كتاب، ما بيذاكرش، مش عارفه هو سنه ايه، نسيت اسالك. بس لو هو صغير مش بيقعد على كتاب ومش بيذاكر وما بيحبش يعني حد يقول له اعمل كذا ويزعق له، يعني كل يعمل كل حاجه بالراحه، ما تزعقلوش عشان هو عنده كبرياء. يعني لو هو صغير تحسي طفل عنده كبرياء كده. طيب ممكن ارد على رسائل يا احمد؟ انا برد على رسائل على الرقم 1767، ابعتوا لي حالا وبرد على رسائلكم. في رقم اخره 0071 بعت لي ارقام من غير اي حاجه، يعني طبعا مش قادره افسر الارقام دي ومين الراجل ومين الست، يا ريت تبعتوا لي تاني. طيب حاضر، اخد مدام ساره. الو، ازيك يا مدام ساره؟ حضرتك انا كنت لسه معاكي من شويه. اتفضلي حبيبتي. اه اتفضلي. انا بس في مشاكل ما بين اختي وجوزها كده، يعني بس انا مش عارفه عيد ميلادهم ولا الكلام ده.
اه طب ايه سبب المشاكل يا ساره؟ هو خلق شويه وصلت متاخره عندهم شويه والكلام ده سبب هي بس تغطونا وهي عايزه تطلق والكلام ده، بس انا عايزه اعرف جوزها خلق معاها جديد عن الجزيرة. عايزه تعرفي ايه؟ عايز اعرف ايه الحل يعني في المشكله دي. بصي هو الخلفه متاخره، هو اللي عايز يطلق ولا هي اللي عايزه تطلق؟ لا هو منكد عليها، اشوفها هي ما عندهاش خلفه، كشفت الدكتور قال لها ان ما عندهاش حاجه منع الخلفه. ما هو ربنا الدكتور قال لها ما فيش حاجه، بس هو منكد عليها عشتها هو وحماتها وكده واهل بيتهم. هي كانت البيت وطلعت. متجوزين بقالهم قد ايه؟ 9 شهور وعاملين كل ده؟ ده في ناس بتقعد سنين. وبعدين انا عايزه اقول لك على حاجه، بس نصيحه تقوليها لاختك. من كتر رغبتها في انها تخلف والمشاكل اللي حواليها، ده بيأخر الخلفه. مش منى هي، منى من اهل جوزها وتأثير الاهل عليه هو. ما هو من كتر الضغط ان هم عايزينها تخلف، ده بيأخر الخلفه. يعني هي ممكن ما يكونش عندها مشاكل ولا هو عنده مشاكل، بس من كتر المشاكل والضغط النفسي اللي عامله لها مش مخلي فيه خلفه. فلازم اختك تعيش في جو اهدى من كده. التوتر وان كلهم مستنيين هتخلف تحمل دي مخليه في تاخير زياده. ابي دلوقتي حل انها تتطلق؟ لا تتطلق ايه، طبعا ما تتطلق. هي مش عارفه تعيش مع، مش قادره تعيش معاه يعني. هو مش بيتغير يعني. يعني هو وحش بصرف النظر عن الخلفة، هو انسان مش كويس؟ تبع اهل يعني اللي هو ابن امه كده بالبلد. بي ايه؟ ابن امه يعني. طب وهي ما كانتش عارفة قبل الجواز؟ لا كناش عارفين اي حاجة عنه. بصي يا سارة انا ضد الطلاق، بس ادام ما فيش خلفة تتطلق. تتطلق، اصل هي كده كده ما دام ابن امه ودخلنا في قصص، وان امه كمان بتتدخل في الخلفه وهي لسه ما... ده عروسه 9 شهور. ايه هي لحقت كل حاجه في حياتها؟ لو حاجه حصلت بينهم في حياتهم لازم بيقولها لهم اي حاجه. لا تتطلق فورا ما دام ما فيش اولاد، دي ما فيش حاجه تجبرها تستحمل. لان المصيبه ان لما تخلف اولاد وهو ابن امه هتعاني وهيبقى في طلاق برضه، بس الولاد هم اللي هيتبهدلوا بينهم. فمن رحمه ربنا انه اخر الخلفه. انا رايي انها تتطلق. شوفي انا ضد الطلاق، بس انا رايي تتطلق ما دام من دلوقتي ابن امه مش عارفه تستحمل. لا مفيش خالص، تتطلق فورا. تتطلق وربنا يرزقها ويرزقه باللي يستحمل، يعني هو يرزقه باللي يستحمله. في ستات ممكن تستحمله، لكن ادام اختك مش قادره تستحمله خلاص يا ماما، كل حاجه بالاتفاق، بالخناق الى الجواز بالاتفاق يعني ما ينفعش. هي كبرت كتير، كبرت مش عارفه، هي لسه صغيره مش حمل تفتكرها تقول لها لسه امي يا مني ما اعرفش ايه، بس انت مش معاكي عيال الكلام ده. عندها كام سنه؟ 18 سنه. طب وليه جوزتوها بدري كده؟ ليه والدك جوزها بدري كده؟ كان عمي كان والدي مسافر وعمي اللي مش في الجواز. بصي عامة صغيرة أو كبيرة، بس هو الشخص اللي أنا متجوزة في السفر سنة ونص، بس يعني عارفة أمشي نفسي في البيت. مش إيه؟ أو عارفة يعني عارفة أمشي نفسي يعني عارفة أو جوزي كويس شوية كده شوية، بس بالطريقة دي ابن أمه يعني. لا وبعدين هو اتغير بعد الجواز كمان مش كده؟ قوي. كان حاجه يعني كان شخص وبقى كانه شخص احنا ما نعرفوش خالص. يبقى من رحمه ربنا ان مفيش خلفه. انصحيها تتطلق طبعا، وانا بقول لها نصيحتها ان هي لازم تتطلق، علشان الحياه بعد كده هتبقى مستحيله ويبقى في اولاد، فالاولاد كمان هيعانوا معاهم، فحرام يعني. ربنا ان شاء الله يرزقها، لسه صغيره يعني، ان شاء الله تلاقي حد تاني مناسب يعني. بشكرك يا ساره. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. كريم مع حضرتك. اهلا بيك.
لو سمحتي بس عايز اعرف تاريخ الميلاد بتاعنا وخطيبتي. اتفضل. 10/8/1994. اوكي. وانا 24/3/92. 24/3/92. ده انت 24/3. انا بص يا كريم، هي بتسمع كلامك الاول؟ شويه، مش قوي يعني. مش قوي. انت لازم حد يسمع كلامك، ما ينفعش حد يتاني لك كلمه. وهي شخصيتها قويه، مع ان انتوا في حاجات كتير جدا مشتركه بينكم. يعني اولا في انجذاب بينكم، في تقريبا قصه حب مثلا كانت في الاول او حاجه كده، كان في انجذاب عالي جدا. انتوا مشتركين في حاجات كتير، اهتماماتكم واحده، لكن انت عامل لي سي السيد، مش كده برضو؟ عايش في العصر القديم وسي السيد، وامينه لازم تسمع كلامك. اوكي. وهي مش امينه. لا لا لا، ما بيحصلش الكلام ده. امال ايه؟ قول لي. طيب. لا ما بيحصلش خالص. يعني انت بتقول لي مش قوي بتسمع كلامي. يبقى هي تمام، يعني هي دلوقتي يعني لازم تقتنع. طيب انت بقى تقتنع. هي بتقتنع. انت ايه؟ هي بتقتنع. طب ازاي ما بتسمعش كلامك وهي بتقتنع؟ ما هي مش في كل حاجه بتسمع الكلام. ايوه، ما ده اللي بقوله، انت عايز حد يسمع كلامك. امال ايه ما بيحصلش دي بقى؟ يعني انت عايز حد يسمع كلامك، انت مشكلتك عايز حد يقولك حاضر ونعم. بس مش في كل حاجه. يعني انت ما عندكش مشكله ان هي ما تسمعش كلامك؟ لا. طب تمام، حلو. يبقى انتوا بينكم تمام، انتوا بينكم في كيميا، وفي في انجذاب بينكم، في حاجات كتير مشتركه بينكم. كتير 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 يعني. طيب تمام، امال ايه المشكله بينكم؟ هو مفيش اي مشكله. امال ايه ما بتسمعش كلامي؟ لا انا مش فاهمك يا كريم. كريم انت بتناقض نفسك يا كريم. نعم. انت بتناقض نفسك كده. طب انا بشكرك يا كريم. نعمه، ازيك يا نعمه؟ عامله ايه؟ ازيك انت يا بلاموي؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ وحشاني. وانت ده انا بقول لك، انا لما ما بتكلميش اسبوع ببقى مفتقداكي، يعني انت وكذا حد كده متصلات انا ببقى حابه كل اسبوع اطمن عليهم. حبيبتي ربنا يخليك. اخبارك ايه يا نعمه؟ الحمد لله. طمنيني بس عشان اسلم عليك. حبيبه قلبي، ربنا يخليكي. طمنيني حبيبك، الجو اتخطب ولا لسه؟ لا ما خطبش. مش قلت لك مش هيخطب؟ ده كل ما يجي يشوفني يداري وشه الناحيه الثانيه. ايه؟ كل ما يجي يشوفني يداري وشه الناحيه الثانيه. بيداري وشه الناحيه الثانيه؟ ده بيتقل. ويشوف باخدك امي واخواتي كده يداري وشه الناحيه الثانيه. طب ويمكن بيتكسف؟ لا ما انا مش عارفه. لا ما بيتكسفش. ما بيتكسفش، يبقى بيتقل عليكي. عايزك انت اللي تكلميه. لا بس انا ما ينفعش ان انا اكلمه. لا انت ما تكلمهوش. عشان لو كلمته انا هيقل من نفسي كده. صح، برافو عليكي. انا بقى بحبك عشان انت بنت قويه وكرامتك عاليه عندك، يعني انت غاليه غاليه قوي، كرامتك غاليه قوي عندك. انا بحبك جدا عشان كده، بحب البنت المعتزه بكرامتها. ايوه دي احسن حاجه طبعا. برافو عليكي، مع انك انت صغيره، ممكن تبقي بقى يعني مراهقه. انا عندي 18 سنه. مراهقه برضه. انا واحد هتمي 19. بصي انت برضو لسه سن المراهقه لحد 21 سنه، لكن انت شخصيتك شخصيه ناضجه، شخصيه عاقله، انا عشان كده بحبك. وانا كمان بحبك. وانا بحبك قوي يا حبيبتي، ربنا ان شاء الله يرزقك باللي احسن منه 100 مره. ده مش بتاع جواز. مش صدقني، مش بتاع جواز، ولا يخطبك انت ولا غيرك. بس رزق بلاقيه بيتكلم في التليفون ويحب. ما يحب، انا بتكلم على الجواز دلوقتي والارتباط. هو حبيب، ومش انت بس، يعني مش انت بس اللي ممكن يكون كان بيكلم. هو توافق بينا يعني؟ هو في توافق بينكم، بس هو اللي مش هو 13/2. ما انا عارف. 12/1. بصي، هو في توافق بينكم، بس انتوا ايه هو المشكله؟ ان هو مش مستعد. مش مستعد للارتباط، هو عنده حاجات كتير في دماغه، هو بيحب البنات، بيحب الحريه. وانت شخصيه قويه وشخصيه عاقله جدا. صعب ان انت تستحملي حد يكون علاقاته كتير. بلاقيه بيكلم بنات كتير، يعني لما بنزل واشوفه بلاقيه بيتكلم بنات كتير كتير يعني. طب انت تحمدي ربنا بقى ان انتوا موضوعكم ما تمش. كنت تستحملي ازاي بعد الجواز؟ ما انت بتشوفي المتصلين بيبقوا انا بيصعبوا عليا جدا. ممكن يعني لو احنا كنا اتجوزنا كان ممكن كان كلم حد يعني؟ ده اكيد. ما سمعتيش كذا اتصال النهارده
الناس تعبانه ان جوازاتهم بيقفشوهم بيكلموا ناس وبتبقى حاجه صعبه جدا على الست دي اصعب حاجه. وبعد الجواز بقى تعملي ايه؟ وبقى لو كان من نوع الرجاله اللي بيقول لك ايوه انا بكلم اخبطي راسك في الحيط كنت هتعملي ايه؟ مأساة. هو كان يقول لي اسمعي كلامي، انا عايزك تسمعي كلامي. لا وانا ما سكتش. لا بس انا جيت في مره يعني نزلت وما كلمتوش وقلت له ان انا نازله فهو سابني. ده بيتلكك. بس انت برضو يا نعمه انت لو كنت لاقيه منه استقرار او لاقيه منه وعد او لاقيه منه امل كنت سمعتي كلامه. لكن هو كان بيقول لي لو هيوظف في الشقه وهيعمل يعني حاجه وقبض الجمعيه وفتح بقى محل. وبعدين؟ ما وظفش يعني بقى الشقه، بس هو ما قاليش كده. هو قال لي مش هينفع نكمل مع بعض. عشان انت سبتي يعني نزلتي من غير اذنه؟ اه. لا طب مش هو قال لك انا هخطب؟ لا هو ما قاليش. انت سمعتي انه قالت اللي قالك كده. ولا خطب ولا عمل؟ لا. انا شايفة ان شاء الله ربنا يرزقك بحد تاني احسن منه، يعني يكون يتحمل مسؤولية اكتر من كده، لان انت بنت عاقلة وشخصية زي دي يعني مش هي دي اللي في الاخر تتجوزيها، تتجوزي حد اعقل من كده يصونك. ربنا يخليك. ميرسي يا حبيبتي، انا بشكرك ربنا يسعدك وان شاء الله يعمل لك كل خير. ميرسي يا حبيبتي بشكرك. طيب اخد رسالتين. طيب ماشي. انا 10 نوفمبر وحبيبي 5 اكتوبر. ربنا يسعدكم يا رب. انت بس كل اللي بيضايقك منه ان هو ملوش كلمه، ان هو على طول ربنا يسهل ان شاء الله، يعني مش عارفه تاخدي منه وعد. انا 13/8 وزوجي 19 فبراير. يمكن اكتر مشكله بتقابلكم الغيره، انت بتغيري عليه جدا جدا. شهر ابريل 27 ابريل، بس مش قايل راجل ولا ست، معلش تبعت لي تاني رقم اخره 667. انا 26/4/85 هو 21/8. التوافق بينكم حلو بس لازم تقربي منه وتفهميه اكتر من كده. لكن التوافق حلو، هو شخصية كويسة جدا وانت كمان شخصية كويسة جدا. يمكن الحاجة الوحيدة اللي بس بتبقى مشكلة بينكم العصبية. انا 10/3 عاوز اعرف كل حاجة عن حياتي الجاية اللي مستقبل بايد ربنا وحده سبحانه وتعالى. مساء الخير 19، مساء النور 19/4/24/12 و19/4. لا الحياه بينكم شويه مشاكل والصوت عالي شويه، يعني المشاكل بتوصل لان في علو صوت كمان. انا امنيه 3/6 وهو 1/5. 3/6 و1/5. الحياه مش مستقره، هو تعبان اكتر معاكي لان هو شخص هادي شوية، بيحب الطبيعة، ما بيحبش الدوشة، ما بيحبش الصوت العالي. انت على قد ما انت ست كويسه في كل حاجه، بس في دوشه كده عاملاها له، يعني رغي، ممكن تكوني بترغي، ممكن تكوني غيوره، ممكن تكوني شكاكه جدا. حبيبي مواليد شهر 4 يوم 14 وانا لا مش ممكن اعرف كل، لا مش عارفه اقراها خالص دي. يوم 14، لا الرساله مش مكمله مش كامله، رقم اخره 495. يا ريت تبعت لي تاني. انا الميزان وحبيبي العقرب وبنحب بعض من 7 سنين واهلي مش راضيين. اكيد اهلك ليهم وجهه نظر، دايما يا جماعه الاهل بيبقى ليهم وجهه نظر حتى لو احنا ما نكونش مقتنعين بيها ونقول لا، اكيد اهلك مش ضدك، اكيد اهلك شايفين حاجة انت مش شايفها، لان زي ما بيقولوا مراية الحب عامية. الحب ساعات بيخلينا ما نشوفش عيوب اللي قدامنا، بنشوفها بس متأخر بنكون اتجوزنا، لكن الاهل عشان من بعيد بيشوفوا العيوب. فبدام مش راضيين يبقى اكيد في حاجة، يا ريت تكلميني اكتر افهم منك الموضوع ايه سبب رفضهم. الموضوع دلوقتي مش موضوع ابراج، بس دخلنا في موضوع الاهل، لازم نعرف وجهة نظر الاهل ايه، لان دايما 90% بيبقوا الاهل اللي صح.
الزوجة 28/5 والزوج 22/11، في توافق طبعا بس باستثناء العند. المدام شهر 2، المدام 2 شهر 6، انا 17 شهر 2، انتوا الاثنين ابراج هوائية. الابراج الهوائية لما بيكونوا 2 ابراج هوائية بتبقى الحياة بينهم حلوة كويسة جدا، وفجأة تقوم عاصفة، فجأة تقوم غيرة، الاثنين غيورين جدا، فجأة تقوم عند الاثنين عندهم عند وعندهم كبرياء كده وشايفين نفسهم. فعلى قد ما في حاجات كتير كان كنتوا متفقين فيها، على قد ما الدنيا بتشعل الفجأة. انا 23/1 وزوجتي 15/1، انا 21/3 وزوجتي 15. مشكلتك الستات يعني، شوف صرفة، اكيد في ستات هي متضايقه بسببهم، اكيد في حاجه، في حاجه بس انت السبب فيها، في مشكله انت السبب فيها. والله انا 9/1، انا مش عارفه 9/1 ولا 1/9، و19/11 على طول بنتخانق مع بعض قوي. بنصحكم يا جماعه، اي حد بيشتكي مخطوبين راجعوا نفسكم تاني، لان فتره الخطوبه دي معموله عشان نفهم بعض ونقدر نتاقلم على بعض. تاكدوا ان الجواز الدنيا بتتغير خالص، ومفيش حد بيتغير، الدنيا بتتغير يعني الحب بيتغير، بيبقى خلاص عشره بقى، وفي مشاكل وفي بقى ظروف حياه وفي متطلبات وفي حاجات كتير قوي. الحب بيهدى، بيفضل ايه الصفات الحلوة اللي احنا المفروض واخدين بعض عشانها، لكن لو في صفات وحشة الدنيا مش هتستمر. فلو في بيقولك مشاكل، بتقول مشاكل جامدة جدا بيننا وبين بعض في الخطوبة، لازم تسيبوا بعض. المشاكل مش هتحل بعد الجواز، مفيش حد بعد الجواز بيتغير، الست هي بس اللي تتغير، بتتغير انها ايه، تكتم في نفسها، مش انها تبقى كويسة، تكتم في نفسها. طيب بكده انا اكون وصلت لنهاية الحلقة. بشكركم، بشكر كل اتصالاتكم، اصدقائي اللي بحبهم وكل اصدقائي الجداد اللي كلموني بشكرهم، ويا رب اكون قدمت نصيحة ليهم النهاردة واكون افدتهم بحاجة. طبعا الرسائل ابعتوها لي طول ايام الاسبوع وبرد عليها في خلال الحلقة زي ما انتم عارفين. وبرضو بفكركم ان في مصر البلد 2 الاعادة بتاعت مية والابراج يوم الثلاث الساعة 11 مساء. ان شاء الله التردد الاول بتاع مصر البلد 12/5/6/2، ده التردد بتاع مصر البلد 2 اللي هيبقى فيه الاعادة ان شاء الله يوم الثلاث الساعة 11 من 11 لواحدة صباحا. بشكركم جدا لمتابعتكم، واشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله، وتصبحوا على الف خير.